السلام عليكم الإخوان، تجنبوا هذا النوع ديال هاد السيارات، ما تقضوهمش إلا كانوا فيهم هاد المشاكل هادو. وبزاف ديال الناس أو اللي كيبيعوا بحال هاد السيارات كتبغي تقضى من عنده هاد السيارة، كيكون مثلا في هاد النوع ديال هاد السيارات فيها واحد المشكل، كيقول لك وراه عادي كاع هاد الماركة هادي راه فيها هاد المشكل، كاع هاد الماركة ديال هاد السيارات هادو راه فيهم هاد البروبليم هذا، او غير واحد المشكل صغير تخسر عليه 50 درهم 25 درهم غادي تفكو. ولكن من بعد ما كيتشري عليه انت يا السيارة، هو كيمشي بحاله وانت كتمشي بحالك، هنا فين كتاكل الدق وكتلقى راسك تعرضتي للنصب والاحتيال. الاخوان حلوا معايا ودنيكم مزيان. اول حاجه الاخوان اللي خاصكم تعرفوها، مثلا عندك بيجو وعندك سيتروين وعندك الفولكس فاجن، عندك هاد الثلاثه هادو ديال السيارات، شنو هو العيب اللي كيكون فيهم؟ هاد الثلاثه ديال النوع ديال السيارات معروفين بواحد العيب اللي هو ديال لاجوج ديال الزيت. ملي كتهز ديك لاجوج ديال الزيت كيخرج من تماك واحد الدخان اللي هو ماشي دخان كثيف، دخان خفيف بزاف، داير بحال هذاك الدخان ديال الثلج او الدخان ديال اتاي ملي كيكون في الكاس او قهوه او شي حاجه، دخان خفيف بزاف ما كيبانش حتى كتولي تشوف فيه مزيان. كيجيو بعض الناس، بعض السماسريه وبعض الميكانيكيين اللي كيبغيو ينصبوا على بنادم، اش كيقول لك؟ كتشوف نتايا الدخان خارج كتيف وكيكون كحل والزيت كطير معاه، اش كيقول لك؟ كيقول لك ولا الفولكس فاجن معروفه بهذا البلان هذا ديال الزيت او ديال الدخان كيطير، او كيقول لك البيجو او السيتروين معروفين بهذا البلان هذا ديال الزيت كيطير او الدخان، ما عندك مناش تخاف غير تقضاها وسير بحالتك. انت ملي كتقضى هاد السياره هادي كتولي تمشى بها، اول حاجه ما عارفش النوع ديال الزيت اللي كانوا كيديروا لها، ثاني حاجه ما عارفش الماء ديال الدوره ديال التبريد اللي كانوا كيديروا ليها. كتمشي عند ميكانيك كيقول لك، كتقول ليه اش من زيت خصني ندير، كيقول لك دير الزيت ديال 15، كتولي دير ديك الزيت وانت كتمشى وهاديك السياره كتفيمي من لاجوج وكطير الزيت. هذاك البلان كيقول لك بانه المحرك ديال السياره راه بدا كياكل الدق، وان فوا المحرك ديال السياره كيولي يطلق الدخان من لاجوج ديال الزيت، دخان كثيف والزيت كطير، الموتور هنا كيكون كياكل الزيت، والموتور هنا كيكون عيا، كيحيدوا ليه الزيت اللي كيكون رقيق وكيوليو يديروا ليه الزيت اللي كيكون غليظ باش ما تبانش هذيك الزيت اللي كتكونسوما. انت كتشري هاد السياره كتضرب هذيك السياره واحد المده ديال 8 شهور حتى المده ديال 12 شهر اللي هي عام، الموتور هنايا ديال السياره ديالك كيولي كيموت، او كتولي تعاني من نقصان ديال الزيت، كتولي ساكن هنا عند الميكانيك. اما البلان الثاني، البلان الثاني في جميع السيارات، كتمشي تبغي تشري سياره، هذيك السياره كتلقى المحرك ديالها كيرجف كيدردق، سواء في السيلونس سواء السياره وهي كتمشى، راه لا يعقل انسان باغي يبيع السياره ديالو وباغي يقبض فيها واحد الثمن اللي غادي يكون ثمن قابض، وغادي يخلي هذيك السياره بهذاك المشكل ديال الارتجاج او الارتجاف ديال المحرك سواء في السيلونس او في السرعات، يعني السياره كتمشى. هنا المحرك ملي كيكون فيه الاهتزاز لداخل كيكونوا بزاف ديال الاحتمالات. الاحتمال الاول، كتطلع على الجناب ديال المحرك كتلقى الكراسه ديال المحرك ناضيين مزيانين، كتلقى مثلا البومبه ديال المازوط او ديال ليسانس مزيانه. هنا شنو هو الاحتمال اللي كيبقى؟ الاحتمال هنا اللي كيبقى هو المحرك السواقم ديال لي بيستون لداخل كلاو الدق، او لي فالف كلاو الدق، او البيستون براسو شي بيستون متقوب او مهرس كلا الدق، او الكرانك شافت
واكل الدق او عوج. ملي كيدور كيدور عوج، شي بيستون ماشي راسي، او شوميزات واسعين او عوجين على شكل بيضاوي يعني ماشي مدورين. البيستون ملي كيطلع كيهود وكيولي يطلع هكا وكيولي يهود وكيطلع هكا، والموتور كيولي كيتزعزع. انت كإنسان ما عارفش اول مره غتشري سياره، هذيك السياره اللي غتشريها غينصبوا عليك وغيضحكوا عليك، وفي الاخير ديالها غتمشي تشري محرك اخر جديد وغتزرعوا في هذيك السياره. اما البلان الثالث شنو هو؟ البلان الثالث واللي خاصك تركز عليه مزيان هو السيستم ديال الفريناج. السيستم ديال الفريناج خاصك دائما تركز عليه. السياره ملي كتمشي كتجري وكتورك على الفران او غير كتنقص من السرعه، كتحس بواحد الدرديقه غير عاديه. هذيك الدرديقه اللي كتكون غير عاديه كيقول لك مول ديك السياره واحد قال لا راه عندي غير الجوانط، الميزان ديالهم ماشي هو هذاك، غنمشي معاك غادي تريقل الميزان. هنا رد البال ديالك، الميزان ديال العجلات راه كيكون باين، والسيستم ديال الفريناج ملي كيكون واكل الدق راه باين. البلان اللي بغيت نوريه ليك هو ديك الدرديقه فاش كتورك نتايا على الفران فين كيكون الخلل. الخلل راه ما كيكونش في البلاكيت يغمق عليك يقول لك راه عندي المشكل في البلاكيت حقا نسيت ما بدلتهمش، الا المشكل فين كيكون؟ المشكل كيكون في الديسكات ديال الفران. الديسكات ديال الفران كيكونوا موجين، ديسكات مدورين كيكونوا فيهم واحد التمويجات، يعني الديسك ماشي نورمال، الا قستيه بيدك غتلقى فيه واحد بحال الشغل ديال المواج، او الديسك ديال الفران غادي تلقاه مهرس فيه واحد الشقات اللي هما رقيقين. الديسك ديال الفران باش كيتموج؟ كيتموج مثلا كتكون كتمشى كتمشى كتكون شي قلته ديال الماء، وهذيك القلته ديال الماء مع الديسك سخون بلاكيطات سخونين كيطير ليهم الماء. هنا الديسك ديال الفران اش كيوقع ليه؟ يا كيطرطق كيتشق، يا الديسك ديال الفران كيعواج. هذه خاصك ترد منها البال. اون فوا انت غتشري هذيك السياره، اون فوا غتمشي تبدل لي ديسك ديال الفران. وانت من طبيعه الحال اللي كتبغي تشري سياره كتشري سياره كتحط فلوسك مليانة صحاح باش تشري سياره اللي غادي تمشي وتهنى، ماشي غتمشي وغتبقى كتصلح. اجيو دابا نهضروا على المشكل الاخر واللي هو مشكل كارثي واللي ما غيحملونيش عليه بزاف ديال الناس. المشكل الاخر شنو هو الاخوان؟ هو السياره كتمشى بها ملي مثلا كتطلق الديريكسيون او انت شاد الديريكسيون والسياره كتجرك يا اليمين يا السياره كتجرك اليسار، وهذيك السياره كيكون في الكاروسري ديالها فيها مشكل. وكنتحمل المسؤوليه ديال الكلام هذا اللي غادي نقوله، وكنتحدى اي واحد كيف ما بغى يكون ميكانيكي طولي شنو ما بغى يكون يكذبني كنتحداه. اوكي شنو هو هذا البلان؟ السياره كتكون يعني السيستم ديال السسبنشن ديالها في واحد الحاله ديالو اللي هي 1000 في 1000، يعني مزيان ما فيه حتى شي خلل، والسياره كتجر اليمين او كتجر اليسار. ومول ديك السياره كيقول لك حكا ما حكا لا راه عندي المشكل في شي سيلان بلوك في شي مونتيسور. السياره ملي كتكون السيستم ديال السسبنشن ديالها يعني النظام ديال التعليق ديالها كامل متكامل ماشي مزعزع، والسياره كتجر اليمين او اليسار، هاد السياره الاخوان فين كيكون فيها المشكل؟ يا كانوا كيهزوا عليها تقل والكاروسري ديالها كلدق، نص الكاروسري كيشوف لهاد الجهه والنص الاخر ديال الكاروسري القدامي كيشوف لهاد الجهه. السياره كتولي كتمشى ملويه كتجر هكا وانت كترجعها لهاد الجهه باش تمشى ستابل. المشكل الثاني اللي كيكون في الكاروسري ديال هاد السياره، هاد السياره الواجهه ديالها الكابو ديالها يعني الواجهه ديالها دخلات يا في شي شجره يا في شي حيط
يا يعني السياره اكسيدونتي، السياره دارت كسيده، والسياره ملي كدير كسيده الميزان ديالها الامامي، الا دارت كسيده من الامام الميزان ديالها الامامي ما كيكونش نورمال، يعني ما كيكونش الوزن ديالو الطولي هو هذاك بالملي. واخا الطولي كيصلحها، حنا الناس ديال تشابيستان اللي عندنا في المغرب ماشي بحال اوروبا، ما كيخدموش بالميزان، ما عندهمش ميزان ديال الليزر وزيد 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 والى اخره. واعتذر الاخوان، ما كنهضرش على الناس اللي كيخدموا الخدمه على حقها وطريقها. اوكي، كيلبق لك كيزوق لك باش تبيع، كتمشي انت تشري ديك السياره، ما كتخلي فين تمشي، كتمشي كتسوب الديريكسيون كيقول لك المشكل في الديريكسيون، ما كتخلي ما تصلح والو، نفس المشكل. اخرها كيقولوا لك بانه هاد السياره الكاروسري ديالها داير كسيده. اما السياره ملي كتكون دايره كسيده من اللور، ولي بار اللي كيكونوا هزين الكاروسري كيكونوا عوجين، فهمتوا؟ كيكونوا عوجين، حيت لي بار ديال الكاروسري اللي كيهزوه عندهم واحد العلاقه كبيره مع الديريكسيون ديال السياره، يا في الامام يا في الخلف. هادوك الا كلاو الدق او كان واحد مقاد وواحد عوج الروايد، شنو هزين؟ هزين هادوك لي بار، وهادوك لي بار شنو هزين؟ هزين الكاروسري. الكاروسري في واحد الشكل ديالو عادي ما غاديش يبان لك، ولكن لي بار اللي هزين الكاروسري راهم معوجين. ملي كيكونوا معوجين شكون اللي كيتحكم فيهم؟ كيتحكموا فيهم الروايد. ها هنايا تفهمنا، سواء د الامام سواء د الخلف، فهمتوا؟ انت كتجر لهاد الجهه والسياره كتهرب ليك لهاد الجهه، انت كتجر لهاد الجهه والسياره كتهرب ليك لهاد الجهه. والعيب ديال الخلف فين كيبان؟ كيبان ملي كتضرب شي فيراج. اوكي، هاد البلانات الاخوان بينت لكم غير شويه من بزاف، اما الا تعمقت لكم في هذا البلان هذا الاخوان غادي نجبد لكم بزاف ديال الكوارث. كنتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه، واخا غير شويه المعلومات تستافدوا منها. بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.